بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين. أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة أبو ظبي الرياضية ومن هنا من هذا الميدان ميدان التلة بإمارة عجمان حيث الانطلاقات الجميلة التي تأتي في هذا المهرجان الذي حط رحاله هنا في هذا الميدان في دورة الرابعة على التوالي وفي الموسم الرابع لتأتي هذه الانطلاقات وانطلاقات سن الإذاع التي أتت في يومنا الثالث هنا في أرضية في هذا الميدان ميدان التلة. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء وينطلق الشوط السابع في هذه اللحظات لتنطلق الجعدان المحليات الأصايل وتسير في رحلات البحث التي تستمر لمسافة 6 كيلومترات. نسير مباشرة إلى المركز الأول وإلى الرامي هنا بالمركز الأول وخليفة بن محمد بن شاهين المرر هو بالمركز الأول ويتقدم هذا الأسماء بينما المركز الثاني مصيحان حمود بن سالم برقش الوهيبي يتواصل بالمركز الثاني ويقدم لنا شاهين بينما التدخلات والانطلاق من الجانب الآخر هناك معكفو سيفة بن سالم بن غانم بن شايع المنصوري يتقدم على المركز الثالث ورابع المراكز الهود سعيد بن سالم بن علي الوهيبي القادم على رابع المراكز بينما المركز الخامس هنا كريمان محمد بن منصور بن بدحان الهادري ليتقدم على المركز الخامس في هذه اللحظات. والمركز السادس هناك ظبي محمد بن عوض بن محمد المزروعي المتقدم في هذه اللحظات والمتقدم في هذا المسار وهذا الانطلاق. ولكن بدأت حركة بدأت الانطلاق والتحديات هناك مع هذا الاسم ومع رعد عبيد بن احمد بالحوتة العامري وصل في هذه اللحظات وتقدم هنا على المركز السابع بينما المركز الثامن ضامن المراكز المتقدم الطاقي علي بن نايع بن محمد الكعبي الواصل في هذه اللحظات على سابع المراكز. ولكن العودة إلى مقدمة هذا الشوط العودة إلى الصدارة العودة إلى المتقدمون والراحلون في رأس حربة هذا الشوط وحمود بن سالم برقش الوهيبي المتصدر في هذه اللحظات والمتقدم بقيادة مصيحان الذي أتى في هذا المهرجان وفي هذا الميدان ليقدم جديد حمود بن سالم برقش الوهيبي بينما المركز الثاني سلهود وسعيد بن سالم بن علي الوهيبي أيضا يأتي بالمركز الثاني في هذه اللحظات بينما المركز الثالث التقدم بدأ والانطلاق تحرك هذا الاسم ليأتي في هذه اللحظات في مركز الوصافة في هذا المسار الجميل والرائع وتسلل هنا التقدم في هذه اللحظات واتى من المناطق الخلفية ورعد وعبيد بن أحمد بالحوتة العامري وصل في هذه اللحظات ولكن الحركة بدأت من الاسم القادم وأيضا الطاقي علي بن نايع بن محمد الكعبي هنا يأتي مع هذا الاسم ويقدم لنا المتقدم في هذا المسار ولكن حرمنا الوصول الجميل والانطلاق من مصيحان وحمود بن سالم برقش الوهيبي وصل بالمركز الثالث والمركز الرابع فهناك الوجود من كفو وسعيف وسيف بن سالم بن غانم بن شايع المنصوري ليتقدم في هذه اللحظات ويتقدم في هذا المسار بينما الوصول على خامس المراكز خامس
المراكز هناك مع طبي ومحمد بن عوض بن محمد المزروعي الواصل في هذه اللحظات شد العزم يا المزروعي في هذا المسار، ولكن المركز السادس هناك القدوم والتحرك في هذا المسار ليتقدم هناك شاهين محمد بن ناصر بن علي بن حمد النعيمي لياتي مع هذا الشعار، ويتقدم ايضا هناك ريمان محمد بن منصور بن بدحان الهاجري، ووصل الاسم المتقدم في هذا المسار شاهين مرسل بن فهيد بن محمد الجابر المري، وصل هناك مع هذا الاداء الجميل هنا مع هذا المسار المميز، ولكن بدأت الحركة من الجعدان وتقدم وتقدم إسراف محمد بن مسلم بن قنزول العامري لياتي بالمركز الثالث، والمركز الرابع حشيم سعيد بن ديلة بن نايع النعيمي أيضا تقدم ووصل، ووصل سلعود سعيد بن سالم بن علي الوهيبي القادم القادم في هذا المسار. عند مرحلينا هنا بدينا بالمنحنى الأخير من مرحلة الخطير في هذا الانطلاق الجميل، تقدمت الأسماء ووصل شعار بن عميرة أهالي زاخر يعقدون الأمال مع الأسد راشد بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي يتقدم في هذه اللحظات، ويقدم لنا هنا الأسد الذي كشر عن نيابه وانطلق من المناطق الخلفية لناتي به النداء الأول في المركز الثاني. الله بدت الحركة وبدأ الانطلاق وأيضا الوصول هناك، والمتقدم المتقدم المارد تمرد المارد محنى بن محمد بالويع العامري وصل في هذه اللحظات مع المارد. الله 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 كوكب رباعية تتشكل في هذه اللحظات، ويتقدم أيضا هنا المختبر مشعل بن حمد بن جابر بن علي العذبة الواصل في هذه اللحظات، ولكن العودة إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى الصدارة وإلى الأسد. الأسد روح بالمركز الأول وبالصدارة بقيادة راشد بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي، هنا تشرق شمس المستقبل يا الشامسي، ولكن المارد على مركز الوصافة لياتي محمد بن حنا بن محمد بالويع العامري. اللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة ما بين الأسد وما بين المارد، المارد والأسد، الأسد والمارد، الأسد 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 الأسد، كان له نصيب الأسد. هنا راشد بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي زاخر 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 تحتفظ بهذا الناموس، تهانينا والناموس إلى مالك الأسد. هناك راشد بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي، بينما المركز الثاني المارد محنى بن محمد بالويع العامري، والمركز الثالث وصل في على ثالث المراكز مصيحان حمود بن سالم بن رقش الوهيبي، والمركز الرابع وصل فيه وصل فيه هناك المختبر مشعل بن حمد بن جابر مع علي بن العلي العذبة، والمركز الخامس وصل فيه على المركز الخامس هملول مصلط بن شعيفان بن مصلط السبيعي الواصل على المركز الخامس. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ها هو الشوط الذي انتهى قبل قليل، والأسد من حسم ناموس هذا الشوط وحالي زاخر بهذا الناموس، يتفاخرون هنا ويتفاخر أيضا بن عميرة بهذا الناموس في هذا الميدان وفي هذا المهرجان، ليأتي بالتوقيت الزمني 9:27 وأربع أجزاء من الثانية ليسجل هذا التوقيت الأسد راشد بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي، بينما المركز الثاني المارد محنى بن محمد بالويع العامري 9:27 وتسعة أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث وصل فيه هناك المتقدم صيحان حمود بن سالم بن رقش الوهيبي لياتي بتوقيت وقدرة 9:29 وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.